بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. لنا مقطع عنوانه وسيم يوسف داعية، ولكن دلالة الغراب إلى جيف الكلاب، ذلك أنه ينقض قواعد الدين وأصول الدين وقطعيات الإسلام، وقد تحدثنا في ذلك المقطع فلا داعي لإعادة ذلك الكلام. ولكن فيه هناك تعليق لأحد الإخوة، يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء، مرة سمعت هذا الرجل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ثم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر. قال هذا تناقض في الكلام، هنا المشكلة في فهم النصوص، حينما يتصدى لفهم النصوص من لم يترقى في العلم، لم يعرف علوم الآلة، ولم يعرف قواعد تفسير النصوص التي هي أصول الفقه، ولا يعرف قواعد التعارض والترجيح، ليس أمامه إلا أن يضرب الأدلة، يضرب بعضها ببعض ويوهم الناس أن هذه الأدلة متناقضة. لماذا لم يخطر هذا الخاطر على بال أحد من علماء الإسلام أثناء شروحهم وأثناء تفسيراتهم؟ على فكرة هذه عينة من مئات وآلاف العينات لهذا الصنف من الناس، وهم يطعنون في الأدلة. أول قضية، النبي عليه الصلاة والسلام مما هو مقرر في علم العقيدة يجري عليه ما يجري على الناس من الأحكام الفطرية، الجوع والعطش والموت والمرض وكل ما يجري على الناس من أعراض بشرية في هذا الباب لا تسبب نقصا في مقام النبوة، فهذا لا مانع أن يصيب الأنبياء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصوم عن الطعام ويقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، طيب هذه حادثة وسنتعرض بعد قليل لسياقها، ثم في حادثة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه الشريف حتى لا يجد ألم الجوع، هل يوجد تعارض بين هذا وهذا؟ التعارض يكون عند من لا يفقه هذا ولا هذا. أولا، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا سنة قولية، ربط الحجر سنة فعلية، وإذا حصل تعارض ما ولم يمكن الجمع في حال من الأحوال سيقدمون القول على الفعل، ولكن لسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى تقديم القول على الفعل. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل معناها أنه لا يجد ألم الجوع؟ هنا سياقها الوصال في الصوم، يعني ما معنى الوصال؟ أن يصوم فإذا ما حان وقت الإفطار لا يفطر ويواصل إلى اليوم الثاني ثم يفطر، وربما يكون يفعل هذا أكثر من يوم. هذا هو الوصال في الصوم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا يا رسول الله نراك تواصل، قال لست كهيئة أحدكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل قال أحد إن الطعام والشراب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام طعام وشراب حسي؟ لم يقل أحد هذا، ولا يفهمه إنسان يفهم الشريعة. إذا كان يأكل ويشرب، إذا ما فائدة الصيام؟ ما فائدة
القربة إلى الله سبحانه وتعالى ما دام يأكل ويشرب. لم يفهم أحد من الصحابة هذا، إنما فهموا بعد استحالة المعنى الظاهر، استحالته عرفيا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما رأه أحد يأكل ويشرب ومعه أزواجه في البيت وفي الخارج. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل أثناء الوصال. طيب إذن تعذر الظاهر، فما المعنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعطيني قوة وصبرا على تحمل الصيام لعدة أيام. طيب هذا واضح تماما، فهنا حل هذا الإشكال بالتأويل البسيط. وعلى فكرة هذا لم يستشكله أحد من علماء الإسلام. متى بدأ الاستشكال؟ بدأ الاستشكال حينما جاء المستشرقون وهم جماعة لم يفهموا قواعد التشريع ولم يفهموا أصول الفقه ولم يعلموا يعني العام والخاص والمقيد والمطلق والقولية، السنة القولية والسنة الفعلية. هذه آليات لفهم النصوص، غاية ما في الأمر همهم الأكبر إيجاد تناقضات بين القرآن والسنة، أو بين القرآن والقرآن، أو بين السنة والسنة. وألفت الكنيسة، جمعت يعني سلسلة في هذا، يعني لا أريد أن أجعل هذه عاية، الأمر قد انقرض حينما ظهر للناس سخافة وسفاهة هذا المصنف. يأتي بعض الناس الآن من وراء الكواليس فيجمع هذه الأشياء فيضرب النصوص بعضها ببعض. لا يا أخي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني مذ كنت طفلا صغيرا وأنا أسمع هذا الحديث أفهم؟ لا أفهم الطعام والشراب الحسي، إنما أفهم قوة يعطيها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه يصبرهم بها، فلا يسقط، فلا يسقط كما يسقط الآخرون. الناس إذا بقي عدة أيام ربما يحصل انخفاض في الضغط، ربما يحصل انخفاض في السكر، ربما يحصل عنده مشكلات تؤدي به إلى الغيبوبة أو إلى الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمده بمدد من عنده، عبر عنه بالطعام أبيت عند ربي يطعم. ثم لاحظ أبيت عند ربي، لو 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 تفطن هذا الجهول إلى قضية أبيت عند ربي، إذن هناك نوم. فهل يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام في حالة النوم الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه فينسى هذا الألم؟ كل هذا وارد. أما قضية ربط الحجر، لم يقل أحد من العلماء إن ذلك بسبب الصوم، ما قالوا هذا. إذن هذا الإمداد الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام بالإطعام والإسقاء، إذا جعلناه على ظاهره وأنه في المبيت في النوم، فهذا يكون خاص بحالة الصوم، فلسنا بحاجة إلى أن نضرب السنة بالسنة لنوهم الناس أن الشريعة متناقضة. ف هذا محمول على حالة وهذا محمول على حالة. وأيضا هناك قول وهناك فعل. القول أعطاهم عذره عليه الصلاة والسلام في الصوم. طيب يعني لو كان يأكل ويشرب كما يأكل الآخرون ما مزيته عليه الصلاة والسلام هنا؟ يعني ما مزية الصيام لديه؟ العبادة تكليف، والتكليف فيه مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل قيامه لليل، لكن كان تورمت قدمه، لكن مع هذا كما يعني يقول العارفون بالله سبحانه وتعالى أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، يجد النبي عليه الصلاة والسلام لذة لهذه العبادة، عبر عنها بالطعام والشراب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كان ليس النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العارفين كان يتشاغل وينسى الطعام، ينسى الطعام. وهذا ابن الفارض يقول إيش؟ في هواكم رمضان ينقضي عمره ما بين إحياء وطي، يعني أنا رمضان لا أحس بجوعه ولا يعني
لا أجد تعبا للقيام ولا للصيام لأنني أعيش فيها والله سبحانه وتعالى. هذا فرد من أفراد الأولياء، فكيف بسيد الأنبياء؟ فانتبهوا إلى مغالطات هؤلاء الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.